أوقاتكم في هذه الأثناء من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن أهم ما تترقبه الأسواق خلال هذا الأسبوع من جلسة 4 مايو إلى غاية 8 مايو من عام 2020. ولكن بداية نذكر بتداولات جلسة يوم الجمعة بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية. رأينا تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية وعمقت من خسائرها، وذلك بعد تجدد المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بخلق فيروس كورونا، وأشار إلى أنه في حال ثبتت هذه التهمة على الصين سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد انتقامي وسيفرض رسوم جمركية على الصين. أما بالنسبة لتحركات أسعار النفط، رأينا خلال تعاملات جلسة يوم الجمعة ارتفاع وارتداد للأسبوع الأول في 4 أسابيع، وخام برنت رأيناه يرتفع إلى ما فوق مستويات 26 دولار للبرميل، وهذه الارتفاعات وتحقيق مكاسب أسبوعية تأتي مع دخول اتفاقية أوبك بلس حيز التنفيذ بتخفيض الإنتاج بواقع 900 مليون برميل يوميا، وذلك لمواجهة تخمة المعروض في ظل تداعيات فيروس كورونا. أما بالنسبة لي أهم ما تترقبه الأسواق خلال هذا الأسبوع، نبدأ بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي. لدينا بيانات مهمة جدا، لدينا مؤشر مدير المشتريات في القطاع غير الصناعي، والحدث الأهم هو تقرير وبيانات سوق العمل، تقرير التوظيف خلال شهر أبريل، مع الإشارة بأنه خلال شهر مارس كان لدينا تقرير غير إيجابي. رأينا انخفاض طلبات التوظيف بواقع 700 ألف طلب، وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقارب 4.4%، وهي أعلى مستويات منذ أغسطس من عام 2017. وجدير بالذكر أيضا بالنسبة لطلبات الإعانة الأسبوعية، رأيناها خلال الفترة الأخيرة خلال 6 أسابيع الأخيرة سيئة للغاية، وأيضا رأينا تقدم ما يقارب 30 مليون أمريكي للحصول على طلبات الإعانة. أما بالنسبة لمنطقة اليورو، نترقب بيانات هامة خلال هذا الأسبوع. أيضا لدينا اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات السياسة النقدية وأيضا التيسير الكمي، وأيضا لمعرفة تأثير فيروس كورونا على كافة اقتصاديات منطقة اليورو. وبالنسبة أيضا للبيانات المنتظرة في منطقة آسيا، لدينا في الصين تحديدا مؤشر مدير المشتريات الصناعي، وفي أستراليا نترقب قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأسترالي، ومن المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عن 0.25%. وفي بريطانيا أيضا نترقب بيانات مهمة، لدينا مؤشر مدير المشتريات الإنشائي والخدمي، ولدينا أيضا قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي البريطاني، ومن المتوقع أيضا أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياته السلبية. هذا بالنسبة لأهم ما تترقبه الأسواق خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في فيديوهات أخرى.